فولكس فاجن أيضا إنتاج سيارة تعمل بخلايا الوقود. عرضت الشركة في معرض لوس أنجلوس غولف الرياضية هاي موشن، والمميز أن فولكس فاجن دمجت محرك خلايا الوقود بما يعرف باسم قاعدة المكونات المصفوفة العربية ذات الوحدات المتعددة الاستعمالات، ما يعني أنه يمكن تصوره في كل سيارة. كاليفورنيا كسوق رفيقة بالبيئة ومهتمة بالتكنولوجيا.